يقول يخابرني يقول يا ابي خلنا نطلق من الخطوط، يقول انا ما افتحها ماكو بالقوه. هو لا هو يقول عنده عمر بالقوه، احنا هم بالقوه سوى غير الرجال يقول لك انا بالقوه بس ما اسويها، يقول لك انا ما اسويها. اذا انت تسوي شو تقدر تسوي؟ اذا المحافظ هسه بين بس هو الرجال غير عاجبي ومسرور. المحافظ هسه بين للوادي بس مرخص تكفيل للوادي، مع انه مو ابن البصره حاليا، مو ابن البصره المحافظ. لا مو ابن البصره، مو ابن البصره. لا انا اقول لك مو ابن البصره، لو ابن البصره لو هو صدق من الشيوخ لا يقف وياك، لا شيخ ولا ابن شيوخ ضدني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم بالمواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. الفيديو اللي شفتوه هو بعد ما أغلقوا موظفي العقود أو الأجور اليومية بالبصرة، شوارع رئيسية في البصرة، إجاهم تهديد من محافظ البصرة أسعد العيداني، فأحد شيوخ العشائر يقولهم احنا لازم نتحرك لانه هذا راح ينفذ تهديده بيكم واحنا نخاف عليكم. فواحد يقول لو مو من اهل البصره ما حاسبينه، وسمعتوا جواب الشيخ عليه. بدايه نحب نذكر الساده المشاهدين انه احنا عندنا تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايل سات 10727 افقي. اكرر التردد 10727 افقي. اتمنى من الجميع انه يدخلون هذا الرقم او هذا الرمز على اجهزه الاستقبال الخاصه بهم حتى نظل مستمرين وياهم 24 على 24. أي شخص يحب يتصل ويانا حتى نسمع رأيه بالموضوع اللي راح نطرحه إن شاء الله بعد ما نطلع لكم الأرقام. عندنا ذني رقمين إلى الداخل العراقي، أي شخص من زاخل الفاو يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الرقمين، إضافة إلى أنه يوجد أرقام أخرى. الرقم أو الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها تقدرون تتصلون عليها من داخل العراق من خارج العراق على حد سواء، تقدرون تحصلون على واحد من هاي الأرقام الخمسة. أما هذا الرقم السادس اللي تشوفوه هنا راح يطلع، هذا مخصص فقط للرسائل النصية. تكتب لنا رسالة وتكون مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة. أما اتصالات على برنامج الواتساب عذروني، لا حد يزعل من أدنى ولا حد يقول قناة الرافدين ما تجاوبنا، برنامج الواتساب ما مربوط ويانا بالبرنامج، ما نقدر نستقبل عليه اتصال، فقط الرسائل النصية. موضوعنا اليوم الألف وأربعمية وخمسين، أتوقع فهمتوها، اللي هو البنك المركزي من طلع وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. أوكي البارحة صار التخفيض بالنسبة للدولار بالنسبة للبيع للمصارف، بس الطامة الكبرى الغلاء اللي صار بالعراق البارحة، الشغلة اللي كان سعرها ألف صارت بأربعة، والشغلة اللي كان سعرها 30 صارت ب33، والشغلة اللي كان 20 صارت 23، والناس بدأت تشتكي. زين هم البارحة رفعوا الدولار والبارحة خفضوا قيمة الدينار العراقي، المواطن شنو ذنبه؟ الناس اللي ما عندها شنو ذنبها؟ وبالنسبة للبضايع اللي موجودة بالسوق هسه دا تحسبوها على القيمة الحالية لو بيش اشتريتوها قبل؟ يعني واحد مشتري سية استكانات قبل 20 يوم كان سعرها 5 دولار، هسه شنو فرق السعر لأنه القيمة فرقت؟ ما أعرف. فرق الجمرك عليك لأنه القيمة فرقت؟ هم ما أعرف، ما أدري. هاي واحدة. اثنين بالنسبة للرواتب، يعني إذا ردنا نفكر أنه واحد راتبه 1,000,000 فإش قد خسر؟ إذا واحد راتبه 1,000,000 دينار بتغيير العملة صار راتبه بالضبط 770,000. زين هذا اللي هسه كان راتبه 1,000,000 وقام يستلم 770,000، او صارت قيمه راتبه 770,000. بالمقابل هو راتبه اقل، ليش؟ لانه الدولار صعد، ويد صعدت الدولار صعدت السلع، الطماطه زادت والخيار زاد والنفط زاد والبنزين زاد والدواء زاد وكل شيء زاد بالعراق. زين هايش راح تكفي؟ والفرق اللي صار بالراتب منو يعطيه اياه؟
واللي كان يشتغل بأجرة يومية ب 25,000 وب 20,000 وب 15,000 زين هذا شلون شو يسوي؟ يعني إذا واحد يوميته 25,000 دينار عراقي واليوم نزلوا من راتبه، طبعا اللي ما يعرف القيمة لازم يضربها في 0.77، 25,000 دينار عراقي في 0.77 يعني يستلم 17.5. 17.5 شنو توفي له؟ هو قبل يقول لك أنا يوميتي 25,000، هاي طبعا إذا كانت أكو يومية، وإذا كان أكو راتب يوميتي 25 وكيلو طماطة بألف ونص وكيلو الخيار بما أدري بش قيد وكيلو بوتيتا بألف وسبعمية وخمسين، من يحسبها يريد يروح يسوق الأهله لازم يسوق أشياء ويعوف أشياء، لأنه اليومية ما تكفي غير الدواء غير الإيجار غير الكهرباء غير المي غير الجبايات اللي الحكومة قاعدة تزيدها على الناس وما حد يفكر بيهم. زين انتو تدرون شنو اللي زاد ويا الراتب؟ العفو، اللي زاد ويا الدولار قيمة فاتورة الكهرباء بالعراق اللي هي اصلا الحكومة العراقية مدت تطيها. زين هاي من وين يجيبوها الناس؟ هو السؤال هنا فساد حكومي، الكتل والاحزاب السياسية هي الفاسدة مو المواطن. ويا الفساد الحكومي اكو بضع وسلع وبضائع واشياء دا تجي للعراق الحكومه ما دا تقدر تسددها، واكو ديون على الحكومه العراقيه لتجار ولشركات اجنبيه الحكومه ما دا تقدر تسددها. بالمقابل ايش سوت الحكومه العراقيه؟ رفعت الدولار نزلت الدينار حتى تخلي المواطن العراقي ينقص من قيمه راتبه وينقص من قيمه ما يستحقه واللي هو اقل شيء ويطوها للتاجر. ابو حسن من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يبارك فيك. شوف العباقره عندنا بالحكومه اللا عراقيه، يعني والتصريح وزير الماليه يقول لك هاي شغله اصلاحيه، هو انتم مخربين. يعني شلون اصلاح؟ يعني بربك، يعني هيك 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 ناس جايبيهم من الخارج وكل واحد تاريخه اسود، مو بس وزير المالية كلهم على الإطلاق. يعني ما دولة ما عندهم عقول، يعني دولة ما يشتغلون بأجندات خارجية. يعني العراقي إلى أن العراقي يوصوه، يعني هسه دولة اللي يدعون بينهم سياسيين هم ما لهم غرض بالسياسة ولا يعرفون معنى السياسة ولا هم أصلا عراقيين. يعني أنا أقول يا عراقيين إلى متى ظلون نايمين؟ النوم للميتين بس، انتوا شنو صرتوا ميتين؟ يعني ما عندكم يعني فد شيء يعني يخليكم تمسكون بالحياه؟ يعني ليش العراق وصل للحد هذا؟ ودول كلهم هم فاسدين، لا يموتون بالعراق بصله ولا هم عراقيين ولا عندهم غيره على العراق. الى متى السكوت؟ يعني هسه واحد من الناس هسان اذا ماكو شغل، يعني ماكو شغل، يعني انا قول يوم حصلت لي 5000 دينار قوه وواحد قام يحارب الله، وما هم اللي يدعون بينهم حكومة دي يحاربون الشعب. يعني شلون البشر يعيش؟ يعني هل الناس اللي ما تتهم، يعني لا عندنا خبراء سياسيين، لا عندنا خبراء بالطاقة، لا بالزراعة، لا بالصناعة. يعني إلى متى العراقيين ظلوا ساكتين؟ يعني أنا بس أفكر، يعني واحد وحدة ما صفق، ايد كلها لازم تشابك، ايد واحده تصير. يعني العراق وصلوا مرحله الانفجار. نعم. يعني اكو مصرحون سياسيين يقول لك فسله سنتين وينفجر، لا ما تطول، شهر شهر يجوز اسبوع ما تطول. يعني الى متى خلون العراق يوصل لهي مرحله؟ المواد الغذائيه صعدت، الاشياء يعني الله اكبر، يعني المواد الغذائيه صارت صعود مو طبيعي. الى متى يعني يا عراقيين اصحوا الى متى؟ وقال سنوات داعشي يا عراقيين اصحوا، ليش السكوت هذا؟ شنو الانبطاح هذا تنبطحون البطحه هاي؟ فساد بكل الوزارات، آه ما مهتم لامركم ولا يعرفون شنو انتم. يعني هم مو من عندكم، مو من دينكم ولا اسلام، هذول كفره. اللي لزمه العراق يا يادي خفيه
كانت سابقا هسه انعلنت للملع كله من كل الدول. يعني ما يحس على نفسه الله اكبر. نعم. بلد اذا ما تظهر برجال حقيقيين ما يستمر. يعني نظل طول عمرنا مكفخه، العجمي يكفخنا، الامريكي يكفخنا، البريطاني يكفخنا، الفرنسي، كل الدول تتحاربنا. اصحوا على نفسكم، يعني والله عيب. عيب واحد يقول البيع هو رجال، الله خلق رجل. ليش هيك يصير بينا ما اعرف. يعني بس احنا الشعب مو واحد، والله شعب مو واحد. واتحدى اكبر واحد يقول لي احنا شعب واحد. نعم. ما دام جتي من قذرة من ايران والدول العراق ما يصحى ابدا. وانا اشكرك اخويا فهد. شكرا 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 جزيلا لك ابو حسن من بغداد. صباح اهلا بك اخويا. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للطبقه السياسيه كلهم السياسيين السنه والشيعة وحتى الاكراد ما يختلفون عن بعضهم، ما يهمهم اللي جاي يصير بالعراق من صعود الدولار وهبوط الدينار العراقي، لان اغلبيه كل عوائلهم عايشين يا اما بدول الاوروبا او بعمان او بدبي، فما يكترثون للعائله العراقيه اللي هم عايشين على قوتهم اليومي، سواء ابنهم عنده بسطيه او دكان او تاكسي يشتغل به، فما يهتمون للعائله العراقيه الفقيره. ولان هم اكتفهم من هاي ال 13-17 سنه يسرقون بالميزانيات مثل نور المالكي وكل السياسيين السنه وغيره، ملايين الدولارات قام يلعبون بها خارج العراق. فالعائله العراقيه البسيطه من يفكر بيها؟ لا مرجعيه تفكر بيها، شلون تاكل، شلون تشرب، هاي الازمه كورونا والاقتصاد العراقي المتدهور، مو بس الدينار العراقي حاليا، هاي صار له تقريبا 10 ايام. الاقتصاد العراقي بالكامل يعني ماكو شغل، ماكو عمل، ماكو تعيينات، ماكو بناء مصانع حقيقية في سبيل يد عاملة تصير من أبناء الجنوب مثلا بالبصرة أو بالعمارة أو بالنجف أو بالموصل أو بالأنبار. يعني ما بناء بنية تحتية، مشاريع عملاقة، مشاريع وطنية في سبيل العالم تستفاد من عندها والدولة أيضا تستفاد من عندها، يصير لها واردات. ذولي العصابة، عصابة حزب الدعوة والحزب الإسلامي، جم لتدمير العراق وتدمير اقتصاد العراق، يعني جم حاقدين على العراق اللي هو كان يقاتلنا مع الجيش الإيراني، هذا العامري والمهندس وغيره وذول اللي صاروا حاليا بروسنا مجاهدين وهم ما ضاربين طلقة ضد الأمريكان، ذول حاقدين. جم عندهم حقد ضد أي عراقي سواء سني أو شيعي، لأن يعني شيعة العراق حاليا اللي هم جبرونا نحكي بهذا المنطق سنة وشيعة، ولا احنا كنا أخوان جبرونا ان نحكي بالطائفيه اللي هم صنعوها وهم جابوها وياهم بعد 2003. فدمروا من الجنوب، دمروا من الوسط، دمروا المناطق الغربيه كلها، دمروها في سبيل شنو؟ هذا حقدهم الفارسي المالكي وغيره. لو صدق هم اوادم وصدق هم دعاة بناء دوله كان بنهم العراق، كان اهتمهم بالزراعه وبالصناعه وبالتجاره وبالبطاقه التموينيه اللي كان العراقي قبل بزمن صدام الله يرحمه كان عايش عليها. يعني اللي ما يشتغل تجي بطاقة تموينية تكفيه للشهر، يعني زيت غيره، ويعرفون العراقيين بطاقة تموينية كان السادة رمقهم بدون ما يشترون من السوق، بس يعني شغلات الأساسية توزعها الدولة مجانا. فحاليا هسه ليل وين يريد يوصلون العراق؟ هذا الاقتصاد اللي جاي يندمر والدينار العراقي جاي ينهار كله مدروس. ليش بهالفترة احنا مقبلين على قرار موازنة مع البداية سنة 21؟ المفروض الدينار العراقي يبقى مستقر، راح تجي عملة صعبة جراء يعني بيع النفط، النفط الأسود الخام، راح تجي أموال للعراقيين للميزانية الدولة. فالمفروض الدينار العراقي يبقى مستقر على ما هو عليه قبل 10 أيام. ليش نتحرك بهالفترة هاي؟ لأن يعني هو كلها مدروسة، مدروسة تدمير الناس ويخلون العالم ملتهية بالدولار، وهم الميزانية ما حد راح يعرفها وين راح تروح. يعني شنو هاي وزارة التخطيط أو وزارة المالية؟ المفروض وضع هاي الميزانية خطة استراتيجية في بناء الدولة والنهوض بالدولة. يعني راح تجيكم أكثر من 100 مليار دينار، وين راح تودوها؟ ما حد يعرف. زين هاي الميزانيات مال 5 سنوات، هاي الأزمة مال داعش الإرهابي وبعد إرهاب داعش، وين راحت؟ وين المشاريع اللي بنيتوها بيها؟ اكو مناطق عندنا ومحافظات مستقرة المفروض تنبني بيها مشاريع حقيقية، ما بنيتوا. هسا احنا مناطق الغربية وبغداد وغيرها يقول ما مستقرة، ديالة، صلاح الدين، الموصل، الجنوب مستقر، ايش بنيتوا بيه؟
شبنيته لهن بالجنوب ما بينهم فشي بالنسبة للموازنات الخمسة اللي ما حد يعرفها وين راحت. زين هاي وين راح تروح؟ المفروض تطلعون مبالغ يعني مبالغ يعني قيمة للمتظاهرين اللي هم جاي يظاهرون ضدكم ضد يمكن ما يطلع عن 10 مطالب عندهم. حقق هاي المطالب من تعيينات من وظائف من خدمات من أمور اللي رادوها المتظاهرين تفكرون بيهم، تعويض الشهداء اللي عوائلهم طيب. الجرحى يعني بس دولة ما تفكر، ما أعرف شلون يفكرون دول يفكرون ما يملي عليهم إيران وغير إيران، الإيرانيين والفرس وسليماني وربعه. نعم شكرا شكرا لك أخ صباح. ويانا من بغداد همينا أبو عمر. أبو عمر حياك الله. أبو عمر أنا عندي سؤال بخصوص يعني الدينار العراقي لما انخفض وقيمته أمام الدولار وسواب 1450 وينباع للمواطن ب 1470 وأكو هامش يجوز يضيفوه حسب ما قالوا البارحة يصير 1490 وأكو واحد جا قال يمكن يصير 1600. لكن السؤال اللي ينطرح هنا بالنسبة للمتقاعد، المتقاعد ما حصل راتبه التقاعدي الا بعد ما كمل خدمته ومجموع رواتبه اللي اخذها من الدوله طيله فتره خدمته قسموها حسب قسمه موجوده في قانون التقاعد، حصل راتب تقاعدي مقداره سين. هذا الراتب التقاعدي هسه راح ينحسب بالدولار ويقل بالعراقي لو يبقى مثل ما هو بالعراقي ويقل بالدولار؟ اريد نفهم هاي. طيب بالنسبة هو الرواتب راح يكون بالعراقي ويعني أما الدولار هذا أمر ثاني أستاذ، اللي هي قامت سلطة هاي الحكومة حكومة الكاظمي وحكومة الأحزاب. يعني المواطن العراقي إذا سواء إذا كان يأخذ راتب إذا كان 500 ألف دينار وإذا كان 400 ألف دينار فيعني ما يقدر يعيش معاشات يعني الحياة اللي قاعد اللي تصير عندنا صعبة. يعني مسائل هواية أصبحت عندنا بالسوق في بغداد وكافة المحافظات، يعني صعدت الأمور عندنا بشكل يعني المواطن المتقاعد أو المواطن الساسد ما يقدر يتحمل هذا الثقل. يعني الثقل اللي جت فجأة وهي الحكومة تعرف وضع الشعب العراقي، لا خدمات لا تعيينات ولا صحة، كلها الأمور اللي متحملة الشعب العراقي معاناته طيلة هاي 17 سنة. فهم يضغطون على الشعب وميهمهم يعني الشعب ايش ما يصير به، ينقتل يتهجر أي الأمور اللي كانت، ما عندهم يعني حب المواطنة للشعب العراقي. ليش هم من صعد الدولار ما يدرون أكو ناس رواتبها سواء إذا كان الدخل الشهري يعني شيكة في إيجارة يعطي مصرف الأهل، يعطي اللي كان يعني دكتور إذا كم اللهم أمراض مزمنة يشتريها شهريا من الصيدليات الخارجية وليس إنه من الدولة اللي هي تطيب. فما يقدر إنه يقدر يتعايش بهاي الأمور. يعني أتحدى أي مواطن عراقي إذا صعد الدولار وصل 1500 أي رقم كان من الأرقام هذا يصبح الدينار العراقي ضعيف جدا امام هذه. وماكو بس ابو عمر يعني اكو مصادر تحكي انه قيمه الراتب العراقي كانوا يحسبوه قبل مثلا من كان ب 1190 فرضا يسوي هالقد بالدولار من نزل قيمه الدينار العراقي بقب الدولار مثل ما هو، يعني اللي كان يقبض مليون راح يقبض 770. استاذ في وضع انه كان سابقا كان يعني الامور من يعني اختلاف عام بشكل عام، يعني كانت يعني يقدر يعيش المواطن من هذا كان صح الدولار صاعد هذا، بس اكو بعض الامور يعني كانت عندنا يعني جيده مثل ابسط الامور هسه عندك المواد الغذائيه صعدت بصوره عامه، يعني الغذائيه والسجائر والملابس وكافه الامور اللي يتعايش الانسان من خلال يومه. يعني ما يقدر انه الراتب يسده، لان احنا هسه عندنا السكر وصل بغداد من 30 الف دينار صار 45 الكيس. زين طيب حتى الزيوت اللي كان الكرتون ب 30 وصل هسه 40 الف 45 ممكن باكر يصير اكثر. يعني هاي الامور ما يقدر يطابقها لان يعني الدوله ما متوفره هاي الامور إلا لا غذائيه ولا ادويه ولا كافه الامور اللي يحتاج الانسان على مود يقدر يسدد مقابل يوسف امام الدولار. اذا كان صعود
ما يهمه المبلغ طبع عندنا موجود كان في ذاك الوقت، حتى طبع ما موجود الفلوس استاذ يعني قله، شو اللي يسوي بيها؟ ما يقدر يتوجه امام هذا الدولار اللي صعد الدينار، الدينار اخي اصبح لا قيمه اصلا في هذه الظروف، واذا ممكن يصير اتعس اذا كان بقص الصعود اكثر، والمواطن العراقي يمكن اذا كان عنده فد 500 سنه فهي 500 ما تسوي بيه يجوز باش عبد الله اللي يقول فد كيف صحيح ما تسوي له تنك الدهن ما تسوي له يقدر يعيش بيها، شريط واحد اذا يحتاج ثاني يحتاج دواء ما يقدر ياخذ اصلا شريط واحد من عندها، ما يقدر اصلا يقدر يعيش استاذ افر، يعني صعبه المواطن العراقي اللي يمر يعني الظروف اصعب مما هو كان في السابق، وخلي حكومه الكاظمي لا تنظر بانه هذه استفاده للشعب العراقي، بس هي ضرت الشعب العراقي، وما يهمهم اذا الشعب العراقي مو جوع او مع احتراماتي قدي او اي امور اللي كانت بها، ما يهمه هم اللي يقتل بالشعب ويقتلون باي انسان متظاهر او خريج الكليات، فهم شو يهمهم اذا الشعب العراقي ما جوع او صعد بالدولار، فما عندهم اي قيمه امام اي مواطن للشعب العراقي، هاي الحكومه حكومات الاحزاب، واحنا نعرف هذا كل الزين انه هاي مرحله يعني مسويها مرتبيها ودارسيها لمصلحتهم هم فليست المصلحه للشعب العراقي، فهذا الامر احنا راضينا جدا، وان شاء الله ان شاء الله حنعاجبها، فهاي الحكومه ان شاء الله رايحه ان شاء الله منتهيه، والانتخابات ان شاء الله جايه ان شاء الله بتسير الله، فهذه الحكومه ان شاء الله اللي دمرت العراق هي اللي الشعب العراقي راح يوقف اكثر صمودا واكثر تحدي لهاي الحكومه اللي هي ما تعرف شنو اللي قاعد تسوي به لضر الشعب العراقي، ومرافضين ان شاء الله كل هاي الامور اللي من تصير من حكومه الكاظمي وحكومه السلطات الاحزاب في المنطقه الخضراء. نعم شكرا لك ابو عمر. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا استاذ افضل، حبيت اسالك بخصوص الدينار العراقي كم يسوى، كم دولار يعني الدينار العراقي، الدولار الامريكي الواحد يساوي 1450 دينار هسه ميزانيه الدوله يعني، والسؤال الاخير يا استاذ يتمنى صرف مبالغ ماليه للمتضرر والمتضررين في المخيمات والمحتجين والمعتصمين وعلاج المريض، وآخر كلمة تحسين التعامل مع المعتقلين، تحياتي لك وللقناة وللبرنامج. أخ سعد إذا تسمعني، الدينار العراقي كان قبل البارحة 1190 دينار، الدولار العفو، البارحة غيره سوى 1450 بالبنك مزاد العملة، 1460 للمصارف، 1470 دينار ينباع للمواطن، يعني المواطن العراقي يعطي دولار او يشتري دولار ب 1470 دينار. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ افهد؟ نحمد الله على كل شيء. استاذ العزيز نفس المعدل الى مقوله كلش حلوه. نعم. يقول الفاسدون لا يبنون أوطانهم. نعم. إنما هم يبنون أنفسهم ويفسدون أوطانهم. نعم. فمع كل الأسف هذه الأحزاب العميلة ما جاي تشتغل خدمة الشعب العراقي. تخدم البلدان اللي كانوا يعني عبيد عندهم. ولا تفسر صعود الدولار يعني فجأة هو يطعت الصعود هذا زين، النفط صار 52 يعني أتذكر مكان النفط سعره 20 كانت أمور مستقرة والدولار على نفس المستوى مالته، يعني هسه النفط 52 والصعود الدولار شنو هاللغز هذا، شنو هالحيرة اللي جاي يستخدمونها ويا الشعب، يعني الى متى يتلاعبون بارواح الناس مصار الناس، يعني هي هذا الوضعيه هذه يا اخي الى متى، مو جزعنا جزع طلعت واحد. نعم يعني نبقى ساكتين نبقى نباوع عليهم يا اخي، مو لعبه نفسنا معكم. شكرا جزيلا لك.
لا واحلى شيء من يطلع لك مدير البنك المركزي او محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف يقول انا ما لي علاقه، البنك ما له علاقه ترى بخفض قيمه الدينار العراقي، وزاره الماليه لها علاقه. راح يطلع لنا الوزير يقول انا ما لي علاقه، رئيس الوزراء له علاقه، احنا ما نعرف يعني لا منو له علاقه، اذا لا البنك المركزي ولا وزاره الماليه منو له علاقه؟ منو المسؤول عن قيمه الدينار العراقي؟ منو المسؤول عن الخزين؟ منو المسؤول عن قيمه الاحتياطي؟ منو المسؤول عن وضع العراق الاقتصادي؟ وانتو تطلع لي بتصريح انت يا مصطفى مخيف وتقول انا ما لي علاقه، ويقول انه الوزاره طلبت رسميا انه يكون سعر الصرف، وخلى البنك المركزي يطلب حضور وزير الماليه علي علاوي لمعرفه الاسباب وراء رفع قيمه الدولار. بعد ايش ما رفع؟ وحبيب قلبي انتو تقولون 1450 تضحكون علينا، لا 1470، لأنه المواطن ما راح يفتهم منك ال 1450، لأنه هو ما راح يشتري من مزاد العملة، هو راح يشتري مفرد. فأنتوا تبيعوا ب 1470 مو 1450، وتشتروا من عنده ب 1300 وما أدري إيش قد. زين، ويقول وزارة المالية وعدت باستحصال المستحقات المالية الأخرى من الجمارك والمنافذ وتعزيز العائدات الجمركية. بس سؤال، يعني المنافذ يا منافذ اللي مسيطر عليها العصائب والسرايا وكردستان ايش راح تحصل من عندها؟ ما انتم طيتوا حصة كردستان كاملة وما جبتوا كل شيء من عائدات المنافذ، لو راح تقدرون تحجون ويا العصائب ويا بدر ويا السرايا؟ ما اتوقع. ابو طه من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه خاصه لك ولا قناه الرافدين. حياك الله اخويا. استاذ افل، بالنسبه للدولار يعني انا اول مره بحياتي اشوف دوله حكومه تجوع شعبها. يعني صعدوا الدولار هم على ما صعدوا على الفقير. ويطلع وزير الماليه يقول الفقير ما راح يتاثر بهذا الصعود، لانه راح يصير اسواقه من المنتوج المحلي. شنو المبالغه هاي؟ وين المنتوج المحلي اللي يحكي عليه سياده الوزير؟ هو العراق لو خارج العراق حتى يقول فقير ياخذ المنتوج المحلي؟ وتشخلت بهالفقير بعد طبخوا عدمتوها ونهيتوها. صار شوي يستحون على نفسهم، يعني هم كوزراء المفروض من يطلع يصرح يعرف اللي يحكي. يعني احنا مو سياسيين ولا عبد، بس تعرفوا شنو الكلام وشلون يطلع الكلام. مو انت على مستوى وزير مثل الدوله وما تعرف شنو تصريحاتك. زين، ركضوا لي على الرواتب مال الموظفين والمخصصات. زين، موظف منين جاي؟ من خارج العراق؟ عم تشتغل من عندنا، ذبحتونا، دمرتونا، لحقتونا على لقمتنا. ما تريدون قولوا محريتكم انتم طلعوا. هم هذه الفكر، هم بس احنا هيهات نطلع باقين على قوتهم. احنا نطلعهم ونطلع 10 متر ان شاء الله بقوه الله والمتظاهرين. زين، ما نخليهم ان شاء الله. دمروا للشعب، حطموه، اعمال ماكو. يعني اليوم جميله تبكي على حالها، الشورد تبكي على حالها. وين العمل؟ البنزين صعدوه، النفط صعدوه، شو يصعدون بعد؟ بس ردفتم يعني. يعني ما كوش حكومه بتاريخ العالم كله. ومن تحاسيهم يقول لك النظام البائد، لا عم يروحون دول النظام البائد، ما سووا هيك فينا. تجيك الفاتوره مال الكهرباء 30,000 40,000 وهي كهرباء ماكو. المن يصير الراتب؟ ابو المولده للغاز للنفط للكهرباء، المن ننطي الراتب هذا؟ بس ردفتين. وانا المتحدث وياك بدون راتب، ما عندي راتب، كل شيء ما عندي. زين، ما الرعايه زين، وعندي ابني طالب مال مدرسه قطعه منك 30,000 دينار. يا ابي ليش يقول لي صار عمره 18 سنه وهذا طالب مال؟ ابو طه سؤال، انت سالتنا ابو طه سؤال، انت سالتنا على الرواتب، تقول المن يطوها. بس عذرا، انت عندك ميليشيا؟ لا الحمد لله والشكر، ما عندي ميليشيا. من تصير عندك ميليشيا راح يعطوك راتبك.
الصور وصلت الرسالة. والله اي وصلت، هي وصلت الرسالة، وصلت صحيح، بس احنا ان شاء الله ما نصير مثلهم. احنا اشرب من عندهم وانزه من عندهم، احنا مو مال ميليشيا، هم خلاص عايشين على الميليشيات وعلى العصابات اللي مخليها. احنا عندنا الله سبحانه وتعالى هو اللي طلع حقنا ان شاء الله. نعم. والمتظاهرين في ساحة التحرير ان شاء الله وساحة الحبوبي هم اللي طلعون حق المساكين، حق الارامل والايتام، نعبتها هاي الحكومة والاحزاب والميليشيات. خلوا بينا بعد، دمروا للشعب، دمروا. نعم. زين. المي اشتري اشترى، الكهرباء مشترى، يعني ماكو شيء وفرونا اياه. ويطلع بكل وقاحة وزير المالية يقول المواطن العراقي زين ما يشتري الأشياء اللي مشتريها من الخارج المصدرة، يعيش على الانتاج المحلي. نعم. انت وين عايش انت، بالعراق لو خارج العراق؟ يا انتاج محلي هذا، وين الانتاج المحلي؟ دمرتوه انتو لمصلحة تجارة ايران، دمرتوه حطمتوه. كافي يابا كافي، سيعلم بس كل شوية قول هذا ايش تعب. يريد يعيش، يريد يشوف دربه، يريد ياكل، يريد يطلع، يريد يلبس، يريد يشتري له شيء. زين كل شيء ماكو، حرام بالحرم قاعدين وساكتين، لا راتب ولا دنيا ولا بد. ما رعايه ولحقوني عليه، اخذوا من عندي 30,000. ابنك طالب، جينا للطالب هاي راد لك كراوي مصرف ملزم لازم كذا. زين. نعم شكرا أسل. شكرا جزيلا لك ابو طه. طبعا احنا انا خايف من شغله واحده، راح يجون يقولون ترى قبل كانت قيمه الدولار ب 2000 دينار، بس احب نذكرهم ترى كان اكو حصار اقتصادي على الشعب العراقي كله، وكان الدينار العراقي مطبوع على هذا الورق، على نفس هاي الورقه كان الدينار العراقي ما له قيمه نهائيا يم العالم، فنزلوه صار ب 2000، وكان ال 100 دولار ب 200,000 بس. لكن يعني السؤال انه من 2003 انشال الحصار، من 2003 رجع الطيران، من 2003 العراق يقدر يستورد، من 2003 العراق يقدر يستثمر، من 2003 العراق يقدر يصنع، لحد ليش دا تنزل العملة العراقية؟ هم مو اتذكر من جوي على الدبابة الامريكية واجا بوش وعد الشعب العراقي بالديمقراطية، وعدهم بالحرية، وطلعوا وقالوا احنا جايين نجيب لكم الديمقراطية والكهرباء 24 ساعة، وقالوا وراح نرجع العراق مثل ما كان وأحسن. لعد شنو اللي دا يصير؟ أيسر من تركيا حياك الله. أبو أيسر من تركيا حياك الله. الله يسعدك أستاذ. هلا بيك أخويا. أستاذ احنا نعرف أمل واحد هو للشعب العراقي، هو انتهاء نظام الملالة بإيران. نعم. إذا ما ينتهي هذا النظام هذولا راح يبقون على رأس السلطة بالعراق، وراح يبقوا يبوقون وباقوا الخزينة وما خلوا فرغوها كلها، خلوها اللي بيجيبهم واللي للحكومة حكومة الملالي. فاقتصاد العراق واقف على هاي النقطة، وشعب العراق كله واقف ما يتحرر إذا ما ينتهي نظام الملالي بإيران. نقطة راس سطر. نعم. تعرف الصفقات الوهمية وهاي، باقوا كل أموال العراق من الصفقات الوهمية، والخزينة فرغت. فالكاظم ايش يريد يسوي يعني؟ ده يريد يصلح، ده يرجع يعني، يصلح الأمور يعني، يجوز شغلة وقت شهر أو شهرين، بس ما يخلوا، لأن هم راح يجيبون فلوسهم اللي باقوها بالدولار، وراح يشترون عملة عراقية وبعدين يبيعون وكذا، ويخلون هذا الوضع غير مستقر بالعراق. وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك أبو أيسر. يعني أبو أيسر تقول باقة وكل شيء والمشاريع الوهمية، إذا هو رصيف بمحافظة من محافظات العراق كلف 6 مليون مدري 7 مليون دولار حتى يرصفوه ويرصفوه مقرنص، يعني يجي يحط رمل ويصفط وينتهي، وأبوك الله يرحمه. ودبي اللي بالسبعينات الشيخ زايد الله يرحمه قال أتمنى تصير دبي مثل بغداد، بنوا برج خليفة بخمسة وشوية، والله نيالهم. احنا ما نحسدهم على برج خليفة، احنا نحسدهم لأنه عندهم حكومة تحب هذا البلد وتحب ولد هذا البلد وشعب هذا البلد وده تساعدهم.
محافر رياضية وبناء ومساعدات والشعب مرتاح وسياحة وقبلة للوطن العربي سياحيا أصبحت دبي. حتى أفلام هوليوودية وأفلام بوليوودية دا تتصور بدبي. أما بالعراق اللي كان عروس بالستينات وبالسبعينات، البلد اللي دخل أول تلفزيون ملون بالشرق الأوسط، البلد اللي دخل أغلب الصناعات وأكبر المعامل وأكبر وأكبر وأكبر، مع الأسف دا يرجع لي ورا، لأن هسه اليوم عندنا مدارس طينية بالقرن الواحد وعشرين. سعد من السعودية، حياك الله يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلا بتاج الشعوب، العراق تاج الشعوب. عندي نقطتين يا أخونا الفاضل على العجل إن شاء الله. تفضل. أنت وش تتوقع من نزول هذه العملة بالطريقة هذه من هذه العصابة؟ أنه هبوط كل شيء وتدمير الشعب. أنا بشرك إن شاء الله وبشر أهل العراق إن شاء الله بمر اللي ما تنام عينه. أربع محطات موية إن شاء الله تصفية هذه مجانا، كهرب إن شاء الله بيصير مجانا. أنت تشوف إنه هذه الفلوس إنهم سواها كذا، الحمد لله. في أشياء في الطريق لأهل العراق إن شاء الله اللي حيخسرونه بالمال حياخذونه بالمجان إن شاء الله. والشباب في ثورة 20 أثبتوا بوقوفهم هذا الشيء إن شاء الله، وإن شاء الله بمر اللي ما تنام عينه تفاءلهم بالخير إن شاء الله، وقوة أهل العراق وصمودهم في وجه هؤلاء الطغاة إن شاء الله أن البشائر خير، والله يوفقكم وكلنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. شكرا لك أخ سعد لهذه الكلمة. احنا كلنا ثقة بالشعوب العربية، هي شعب واحد، كلنا ثقة أنه الشعوب العربية متكاتفة، وكلنا ثقة أنه الشعوب العربية كلها متكاتفة ويا أخوانا. احنا بضيم بس نحس بأخونا بسوريا لما نشوف ضيمة، ونحس باليمن لما نشوف الإيران والحوثيين ايش يسوون بيهم، ونحس بليبيا لما يتعبون، ونحس بالمغرب لما يتعبون. كلنا نعرف أنه الشعوب العربية وحدة، ونشكر تعاطف الشعوب العربية ووقوفها مع الشعب العراقي. لكن يا أخي العزيز، اليوم الشعب العراقي ما بقى عنده شيء. اليوم الشعب العراقي انداروا عليه بآخر شيء اللي هو راتبه. كانت قبل استقطاعات في حجة محاربة الإرهاب، هسه لأنه الدولار صعد باكر عقبة يجون عليه يقولوا له والله أفلسنا ما عندنا فلوس، فراتب ما عندك. السؤال اللي انطرح هنا أنا أخويا سعد، الموظف اللي معتمد على راتبه، الموظف اللي يروح يداوم شهر كامل ويطلع من الوظيفة بنهاية الشهر يروح إلى المالية حتى يستلم راتبه حتى يرجع للبيت، وهو بيته إيجار لازم يطيل أبو الملك، والكهرباء والمي وقنان الغاز لازم يشتريهن من الراتب، ومسواق أهل بيته حتى يوكلهم ويشبعهم لازم يشتري من الراتب، وجهالة وأهل بيته يشتري لهم هدوم من نفس الراتب، غير مصاريف المدرسة، غير مصاريف السيارة إذا عنده سيارة، غير مصاريف أخرى، علاج مع علاج، طب ما أعرف شنو، ذني كل لازم يدفعهن من الراتب. قل لي أخويا العزيز، إذا جت الحكومة وقالت له أنا ما عندي راتب إلك، هو الراتب سدا ينصرف كل 40 يوم، هم قرمطوا عليه راتبين بالسنة أو ثلاثة. إذا قال له ما عندنا راتب لك، أبو الإيجار راح ينتظره ويقول له والله الحكومة ما دا تعطيك راتب، أنا همين أنتظرك. لو أبو شركة الكهرباء راح ينتظره، لو أبو المي، لو ما يشتري غاز وياكل زين شلون يطبخ؟ يرجع له عصور حجرية يجيب حطب ويشعل بنص البيت ويطبخ؟ زين إيش يطبخ؟ بيش يشتري مسواق؟ أبو الخضرة بالعلاوي راح ينتظره ويقول له أعطيك ببلاش، ومن يصرفوا لك الراتب تعال انطيني. هاي كلها احنا لازم نفكر بها. أبو راشد من عمان، حياك الله. تحية لك أخ أسد والمشاهدين. بالنسبة كان موضوع الحلقة أمس نفس اليوم طال عمرك تطرق حق الدينار العراقي، هو مو يا اكو تطورات جديده مو اليوم البنك المركزي يقول أنا ما له علاقه، وزير الماليه يقول اكو اشياء جبرتنا، يعني اكو هوايه تطورات تصير. نعم، بس ودي اوضح شيء مهم حق خريجين. البارحه كان لقاء معهم الاخ محمد قدم البرنامج. نعم، ولكن ما واكبوا الحرب العراقيه الايرانيه. كانت الحرب العراقيه الايرانيه خلال 8 سنوات كان الدينار العراقي ما يعادل 3 دولار وثلث، بالنسبه للبترول كان الو وياك اقول لك 3 دولار وثلث. نعم نعم، وما يعادل البرميل النفط كان 7 دولار، مو مثل الان حوالي 50 دولار، وهذا ونهب الميزانية العراق. وبقوا الآن بالنسبة للعراق مجاور حق 7 دول كلها
استثمارية واقتصادية، المفروض أن العراق ينتعش اقتصاديا، ولكن المشكلة اللي هو كلها إلى الحزب لا إسلامي واللي هو إيران طال عمرك، والأموال العراقية كلها تذهب إلى إيران. شكرا لك ابو راشد. ابو راشد، احنا يعني هاي القضيه معروفه، وذاك اليوم طلع لنا واحد كان نائب رئيس مجلس النواب واصبح هو المسؤول عن لجنه يعني متابعه المخالفات او التحقيق فيما يحصل في مزاد العمله العراقيه، طلع وحكى وقال احنا عندنا 8 مصارف هي مو عراقيه بس مسجله بس ما عراقيه، تحديدا ايرانيه. 8 مصارف بالعراق دا تشتغل، هي مو عراقية بس مسجلة عراقية. 8 مصارف دا تطي أرباحها، واحد يطي للحوثي، واثنين يطون حزب الله بلبنان، وواحد يطي حركة أمل. ويقول لك فلوس العراق وين دا تروح؟ غير البقية اللي هن عراقية بس دا تطي أرباحها لإيران. ليش؟ لأنه الحكومة العراقية ما تقدر تقول للهادي العامري لا، أو نور المالكي يقول للخامنئي لا. إيران عليها حصار، لازم الشعب العراقي يدفع لها الحصار. إيران ما تقدر ترفع العملة وعملتها دا توقع بس الشعب العراقي هو دا يدفع. إيران تعيش بس العراقي موت، ومسؤولين إيران ومسؤولين العراق يعيشون بس الشعب العراقي بالضيم. هي هاي المشكلة. أما بخصوص رسائل الواتساب، عندي رسالة تقول: أخي الكريم، أنا أم مصطفى على مود مراجعات، نودي جفوف وشغلات كورونا للسجون ما يدخلون، أنا ابني وزوجي مساجين، ظلم والله العظيم. وعندي رسالة أخرى من أم عمر من الأنبار، أطالب بإعادة محاكمة المظلومين بخصوص الأربعة إرهاب، مخبر سري تعبنا والله أخي، جزاك الله الجنة، نطالب بتعديل عفو عام للمحكومين، مخبر سري أخوتكم أم مصطفى وأخوتكم أم عمر. أخي الكريم، محاكم الرمادي إذا تحكم ظلم هواية، نطالب الشيوخ الأنبار بالتدخل الفوري لعدلي للعدل والحق. أخواتكم من الأنبار أرجو أن تنصفونا. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حارث العلواني من الرمادي، عندي معاملة رعاية اجتماعية قدمتها ودفعت عليها 16 ورقة وما طلعت، وأتمنى توصل رسالتي تلفزيون الرافدين. احنا نشكر قناة الرافدين اللي طلع بيها مصايبنا، أنا دافع فلوس وكل شيء ما مستلم لي هسه. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم وعلى قناة الرافدين الشريفة وعليك أستاذ أفل، هذه العملية التي تمت هو تخفيض قيمة الدينار العراقي وليس رفع الدولار الأمريكي، هدف الحكومة هو تدمير الاقتصاد وتخفيض الرواتب بصورة غير مباشرة، لكن نستطيع أن نتغلب عن هذه الأزمة باسترداد المليارات المنهوبة من المالكي وعادل عبد المهدي وقطع رواتب الرفحاويين اللي ده ترسل إلهم إلى الخارج لإقامة حفلات الديسكو والولائم. وندائي إلى العراقيين أن يتحدوا ويثوروا ضد هذه الطغمة الفاسدة المجرمة، أبو مهدي من الديوانية وتحياتي. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، العراق أصبح دولة كلمة بدأ أفهمها ومنشدين تسندها المعممين وملال إيران ومعممي العراق المجرمين الذين مزقوا شرف العراق ليصبح عبدا مطيعا لإيران. رسالة أخرى تقول: مرحبا والله ملينا من الكهرباء، علي رياض من الناصرية، أوف على هاي العيشة والله عيب، إحنا بالعراق وهذا حالنا وشكرا. هذا هو حال العراقيين اليوم. العراقي المشكلة لما يطلع لنا وزير المالية علي علاوي يقول هذه إصلاحات، أريد أسأله يا إصلاحات، إصلاحات أنت اقتصادك ما فكرت بي نهائيا، إصلاحات أنت ما فكرت بالمنافذ الحدودية، إصلاحات أنت ما فكرت شلون تبيع النفط وتستغل الغاز العراقي اللي دا يندثر بالحرق ما قدرت تستفاد منه، بالمقابل تجي تقول لي أريد أرهن النفط العراقي للصين بقيمة عقد هلقد مدته ويطونا إياها مدفوعة خلاص. يعني إذا سنة الجاية صار قيمة النفط 100 دولار إحنا ما نقدر نحكي ويا الصين. ليش؟ لأن إحنا بايعينهم إياه. إصلاحاته أنت ترهن خيرات العراق، إصلاحاته أنت الزراعة ميتة والمنتج العراقي ما حد يفكر به وقاعد تستورد لي من برا، إصلاحاته أنت الصناعة العراقية ومعامل العراق كلها متوقفة عن العمل وعندك عطالة فوق 60%، إصلاحاته أنت الصحة العراقية بوق 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 وما حد يستفاد من عدها، إصلاحاته عندك عقول بالعراق تقدر تستفاد من عدها ترجع العراق مثل ما كانوا أكثر بدون ما ترجع اللمباك، بس لو تشتغل صح.
بس لو تستثمر الخيرات العراقية صح. أرض العراق الخصبة بكل شيء، بتربتها وبمعادنها وبعقولها بكل شيء خصبة، لو تستثمرها صح كان العراق بخير وما تحتاج تخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وتضر الناس بهاي الطريقة. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر. في أمان الله.